هؤلاء البنات هم بنات من أجل الحياة، أرى فيهم بنات يا الشهداء الأبرياء، وسنستمر في ذلك لأبقي هؤلاء البنات أحياء من خلال هؤلاء البنات الدارسات والمتعلمات من خلال بنات من أجل الحياة. أعزائي المشاهدين، احنا اليوم في تغطية خاصة مع جمعية دوتر فور لايف، هذه الجمعية المميزة اللي تقوم بمساعدة بناتنا في الشرق الأوسط لإتمام دراستهم، خصوصا من ذوي الدخل المحدود واللي لا يتمكنون من إتمام دراستهم، يساعدوهم وأيضا ينطوهم منح دراسية يجيبوهم إلى أمريكا أو كندا أو مكان بالعالم. طبعا هذه المؤسسة لها تقدم خدمات السنة الثالثة على التوالي بنجاح، خليكم ويانا وحتى نشوف هذا الإيفنت. أعزائي المشاهدين، معنا الدكتور عز الدين أبو العيش. دكتور عز الدين أبو العيش هو مؤسس هذه الجمعية، وللسنة الثالثة على التوالي يقدمون خدماتهم. راح يتحدث لنا اليوم عن هذا الإيفنت وعن هذه المؤسسة المميزة اللي تقوم بمساعدة بناتنا في الشرق الأوسط. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا هلا بيك. بنات من أجل الحياة هي مؤسسة أقيمت لإعطاء الأمل وإعطاء الحياة وإبقاء أعزتنا وأحبائنا وأطفالنا الأبرياء، من قدموا حياتهم من أجل البقاء، لنثبت هذا اليوم أننا نبعث رسالة أمل لهذا العالم، وأننا لن نهزم وسنبقى صامدين، سنبقى أحياء من خلال حكمتنا وعملنا الطيب ومن خلال الكلمة القوية الجريئة. مؤسسة بنات من أجل الحياة هي رسالة لكل هذا العالم لينظر ماذا نستطيع أن نفعل من أجل عالم أفضل للجميع، من أجل تعليم البنات والسيدات من الشرق الأوسط، لأنني أؤمن أن هذا العالم لن يستقيم حاله إلا بإعطاء المرأة دورها ومشاركتها للرجل في كل مناسبة وفي كل عمل. In a couple of months I will graduate from Trent University with a master's degree in sustainability studies. Since I came to Canada in 2012 with the support of Daughters for Life Foundation and Trent University, my life has been forever changed. دكتور، مثل ما شفنا انه نشاطكم لم يقتصر على جنسيه معينه من الدول من دول الشرق الاوسط، فهل هناك دول معينه كان لها الدور الاكبر في الحصول على هذه المنح الدراسيه، او انه هي مفتوحه لجميع بنات الشرق الاوسط؟ هذه المؤسسه تساعد بنات متفوقات من جميع دول الشرق الاوسط اللواتي يواجهن مشاكل مادية واجتماعية صعبة في الحصول على تعليمهن، من أجل إعطاء الفرصة لكل بنت دون أي تمييز، ليست مبنية على أساس عرقي أو ديني أو جغرافي، هي من أجل الإنسانية، وهذه تحمل وهذه المؤسسة تحمل رسالة إنسانية، كما قلت رسالة أمل، ليست مؤسسة سياسية، لأن السياسة تفرق بينما الإنسانية فهي التي تجمع، وكلنا بشر ويجب أن نشترك ونتعاون من أجل هدف واحد، أن نحيي هذه الإنسانية في روح كل إنسان من خلال العمل، وأن ندفع بها من أجل تعليم المرأة التي قد تساعد وتساعد الرجل من أجل حرية الشعوب وبقاء الشعوب. احنا مطلعين على 8 فيديوهات، هذه الفيديوهات كانت من بنات استفيدوا من هذه المنح وعبروا عن شكرهم لكم. دكتور، هل هناك المزيد؟ المزيد سيستمر. بالنسبة لي أنظرت حياتي لإبقاء ولعمل هذه المؤسسة، لأنني محاسب أمام الله على هذا العمل، ومحاسب من بناتي الأبرياء اللواتي قدمنا أغلى ما لديهن، قدمنا حياتهن من أجل الإنسانية، من أجل الحرية، من أجل الكرامة الإنسانية. فهذه المؤسسة يجب أن تبقى وستستمر، ولكنها تحتاج لمجهود كل إنسان، كل شخص منا يستطيع أن يفعل شيئا ما، فيجب على الجميع أن يشعر بالمسؤولية وأن يتحلى بالمسؤولية الذاتية قبل أن يلوم الآخرين، أن يسأل نفسه ماذا أستطيع أن أقدم من أجل عمل مغير لهذا الواقع، ألا نلوم الواقع، أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نعمل من أجل تغييره. يعني 5 بنات صاروا 100 بنت،
إن شاء الله الله يخلي لك كل البنات اللي ساعدتوهم. إحنا نتشكركم دكتور. هذه العمل الإنساني أكيد رح يسجل، وهذا اللي قمتم به عمل كبير، وإن شاء الله هذه المؤسسة تكبر وتساعد مئات وآلاف من بناتنا. وإحنا نتشكرك أنت شخصيا على كل ما حققته للجالية العربية في كندا، وحقيقة فخورين بك. Ladies and gentlemen, dear members of Daughters for Life family, this evening we all come to celebrate Daughters for Life third annual gala dinner. Daughters for Life continuous commitment is a real and genuine one to bring opportunities and to translate it into actions and be an agent of a change to individuals, families and communities. Why do you support an organization like Daughters for Life? How long has been your involvement with them? Well, I think I could consider myself having been involved all my life, because my background is all about education and all about health, being a physician and being a scientist. And certainly being in space on an international mission, I feel I represented all women of all countries. And this is an opportunity really to be recognized on behalf of all women who have been able to have education and good health, and to set an example for men to say we need to provide this for all people of the world. I want all of you in this room to know that the DFL is something new to me, and I'm sorry that I didn't know about it earlier. But I do feel that my space flight has brought me closer to the international community and to other daughters for life. Professor Gavin, very nice to have you here. Tell us, why are you supporting Daughters for Life, and since when have you been a member with them? So we've been involved with Wilfrid Laurier University for the last 2 years, 2.5 years. Dr. Abu Lej comes and speaks to my students in my classes. We study the Israeli-Palestinian conflict. And in the last year, we have been establishing a formal connection between the university and Daughters for Life. How many years have you been with Dr. Azzedine Abu Lej? 2.5, 3 years now that I've known him, and that he's been working, we've been working together, teaching students. And what's your future plans with him? So we are just in the process of signing a formal memorandum between our university and Daughters for Life that will bring 6 students from the Middle East to study at Laurier starting in September 2015. Excellent. Thank you very much, Professor, for your time. Welcome to Dr. Roberta Bondar and Captain Aisha Al-Hamili and CTV Chief Anchor Lisa Laflam, who will be receiving the Daughters for Life 2014 Luminary Awards. We collaborate with universities and educational organizations to support women's education in different disciplines around the world. Tonight, we are here to honor 3 exceptional women who are inspiring generations who follow them. These women exemplify tenacity, they exemplify passion, and they exemplify dedication to make it to the top. ممكن تحدثنا عن مشاركتك اليوم في هذا الايفنت؟ طبعا هاي ثاني سنة بشارك في المؤسسة المنظمة أو المؤسسة. نعم. مؤسسة خيرية، والهدف الرئيسي من المؤسسة على أساس educating the girls from the Middle East, and they bring them here on a scholarship. There are some universities and colleges are actually offer them grants and scholarships. That anybody could turn such a tragedy into such a force for good. It is truly remarkable and it is admirable, and we saw it in his passion tonight. His daughters, Basan, Mayar, Aya, his niece, Noor, were 4 girls like so many that I have had the privilege of meeting in my travels through the Middle East, Central Asia, and Africa. Girls who are just brimming with promise, oozing with ideas, laughter, dreams, and vitality. And I believe that they are alive in this room tonight, in the faces of every single person here working toward a greater good. بينا معنا كابتن عائشة الهاملي، أول إماراتية وأصغر إماراتية تحصل على رخصة الطيران، وهي أصغر ممثل دائم لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. أهلا وسهلا فيك كابتن. طبعاً أول شيء أنا أشكركم على هالضيافة. طبعاً ها مش فقط فخر أني أنا استلمت هالتقدير أو أن تم تقديري، ولكن أعتبرها مسؤولية
مسؤولية تجاه يعني واحدة من أهم المواضيع بالنسبة للفتاة العربية أو الفتاة بشكل عام والفتاة العربية بشكل خاص. فهذا يشرفني وأعتبره مسؤولية وأعتبر نفسي سفيرة لـ Daughters for Life Foundation. طيب أنا سمعتك في السبيتش تبعك خلال كلمتك حكيتي أنه أنت ما كنت تعرفي عن Daughters for Life غير لما حكى معك دكتور عز الدين أبو العيش. بعد ما قرأتي عنها شو رأيك في هالمنظمة وكيف شعورك تجاهها؟ طبعا أول ما كلمني دكتور أبو العيش أنا ما عرفت أي شيء عن هالمنظمة. فيوم بديت أقرأها وطبعا بديت أقرأ أول شيء عن أبو العيش كيف بدأ هالمنظمة. فكنت في حالة من ما أعرف الصعقة مش مصدقة كيف إنسان يعني في قلبه يعني هذا الحب وهذا الـ 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 يعني بعد ما فقد ثلاثة بعد أولاده. ما فقد كل أولاده وبعد ما يعني بس مش ثلاثة. أولاده بس إنه عايش كان في فلسطين طبعا تعرفين أكثر كلنا نعرف يعني في غزة في يعني It's a war zone. انظرت حياتي لإبقاء ولعمل هذه المؤسسة لأنني محاسب أمام الله على هذا العمل ومحاسب من بناتي الأبرياء اللواتي قدمنا أغلى ما لديهن. نعم إن التضحية هي أن تهب الأرض دماء زكية وأن يهب الشعب أبناءه في المحن للصمود. وأما الصمود هو أن تترجم جراحك لهدف يكون عنوانه المسامحة والإنسانية. نتمنى لهذه الجمعية النجاح المستمر، وهذه دعوة لدعم هذه الجمعية الإنسانية لتصل بهدفها السامي إلى أعلى مراتب النجاح. أقبل تحياتي، أنا محدثكم فارس جميل.